مزيان. الإمارة العمومية الأستاذ ترشيتي كدير اتفاقية في 2021 المجلس الصادق مع الأراضين باش تدبر المرفق ديال الإمارة العمومية، والتزمتي في اتفاقية أنك تعطيهم 2 مليون ديهم وتعطيهم 4 مليون 5 باش يشريو الفورنيتور، وتعطيهم 3 الكاميونات وتعطيهم 10 ديال التكنيسيان، وأنت عندك 2 تكنيسيان الجماعة، وأنت عندك كاميون واحد مخشش وصل 17 سنة كل مرة كيطيح، وكتقول الأراضين ما صوباتش، وأنت مجلس جاء بعد مجالس لم تستثمر يوما درهم، باستثناء السي عبد الله بواني مجلس نتاعو الأخير دار واحد البوند في هاد في السنة الأولى ديال إصلاح 500 عمود. واش كتعرفوا الإخوان والقسم بالله إلا كنكون دايز في الطريق ما كنشوفش، مابقيتش نشوف البولة، كنشوف العمود اللي تحت واش راجي ولا لا. عندنا لي كابل ديال 60 عام، ماشي اختصاص ديال الأراضين، العيب فينا. لذلك باش نجيو ندخلوا على هذا الشيء اللي خصنا ندخلوا فيه في شموليته، اليوم إلا بغينا نصحوا الإمارة العمومية راه آخر المدن الكبرى في المغرب اللي مازال كتهضر على بولا وباراس وواحد لا موكسير. تصوروا اليوم كانت عندنا 4000 فاش كانوا واقفين الأراضين هذه واحد الشهرين. الإخوان المستشارين عارفين أنه كانوا البولات وما كانوش لي باراس. وبدينا نرعبوا الرباط وسلا الله يجازيكم بخير، عطينا 200 عطينا 150 عطينا 600 باراس اللي شاطوا لهم اللي ما بقوش كيخدموا بهم، لأنهم كانوا استثمارات حقيقية وقوية وجريئة.